السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي إلى طيور شلوى، فرسان الديرة، الصقور الرقم الصعب، وتحية خاصة لخالاتي وإلى كل الأحرار أينما تواجدتم. شكرا، وبظني أعيد شكري إلكم على أنكم لم تعتادوا المشهد وما زلتم داعمين أهلنا في فلسطين وغزة. شكرا إلكم رغم الصعوبات اللي بتتعرضوا لها، ولكن لا بارك الله في كل إنسان عم بيستغل هاي الأوضاع وبتاجر فيها، كان على السوشيال ميديا أو على أرض الواقع. قلت لكم تكرارا ومرارا تابعوني على الإنستغرام وعلى موقع إكس، وهي موجودات الروابط في التعليق الأول. شو بتخسروا؟ أغلبكم عندكم هاي المنصات، ادخلوا وتابعوني عليهم، لأنه أنا مش كل شوي لازم أطلع وأعمل حلقة، مش كل شوي لازم أطلع لك على اليوتيوب. كان في إني أعمل ستوري أو أنزل تغريدة وتصلك المعلومة اللي أنا طالع أوصل لك إياها. خليني أبتدي في موضوع بس رجال غزة والفيديو اللي انتشر لهم واللي بيتهم فيه إنه الصليب الأحمر عم بتجسس عليهم، بحط أجهزة تنصت أو تحديد مواقع على ظهر أحد رجال غزة. والناس، أنا مقدر شعوركم وخوفكم على رجال غزة، بس يا أخوتي ويا خواتي، من الذي نشر هذا الفيديو؟ ومن منتج هذا الفيديو؟ مش رجال غزة؟ رجال غزة اللي اخترقوا أقوى استخبارات في العالم، بده هاي المعلومة تمشي عليه؟ ولا بدها هاي الحركة تمشي عليه لونها حقيقية يا أخوتي يا خواتي؟ وما بدهم يكونوا منتبهين لها، بس تجار السوشيال ميديا بس انشر واعمل دراما، يعني بطريقة غير مبررة صراحة، بطريقة مقرفة جدا. اللي نشر رجال غزة هذا الفيديو، واللي منتج هذا الفيديو رجال غزة، فهم عارفين شو قاعدين بيساووا. ورجال غزة مش هبل انه يأمنوا للصليب الأحمر، وما بتعرفوا شو الإجراءات اللي بتخدوها بعد ما يسلموا الصليب الأحمر الأسرى والرهائن اللي عندهم من الشعب الصوصي. فأنت لا تيجي تعمل حلقة المحقق كونان وتعمل دراما وتستغل كثير عالم، وشفت كثير عالم باليوتيوب للأسف ناقلين فقط، أنتوا ناقلين يعني مش بواقعية يعني. وأنا بقول لكم إياه، اللي نشر الفيديو هذا رجال غزة، واللي منتج هذا الفيديو رجال غزة. وإذا بتلاحظوا بأغلب فيديوهاتهم، وخاصة اللي بتتعلق في الأسرى أو الرهائن، إذا واحد من رجال غزة طلع صوته بيعملوا له كتم لصوته، ما ببينوا صوته لدرجة بعض المطارح. فبدون ما تمر عليهم هاي المعلومة، هاي هي التجارة، هذا هو الاستعباط والهبل. وأنا هون بحكي على كثير من الأشخاص الناشطين، لأنه في جزء بضل جاهل. وأنا مقدر الشعوب قديش هي خايفة على رجال غزة الأحرار، أنا مقدركم، بس ما يتلاعبوا فيكم لهالدرجة يا أخوتي ويا خواتي. ومستمرين رجال غزة بوعد الأحرار، وعم بيطلعوا اليوم صفقة جديدة إن شاء الله خلال الساعات، إذا مش كمان شوي حتطلع من أحد الأسيرات اللي كلكم بتعرفوها وبتعرفوا معاناتها، اللي هي إسراء. إسراء شو استحملت وشو تحملت وشو الظلم اللي وقع عليها، وشوفوا شو صار فيها، ولكن كله بميزان حسناتها. ورجال غزة وشهداء غزة وجرحى غزة، شكرا للمرة المليون إنكم رسمتوا البسمة على كل فلسطين، رسمتوا البسمة على كل الأحرار رغم وجعكم وأساكم، رغم اللي أنتم بتمروا فيه. شكرا لكم، وشو ما نقول لكم، إحنا مقصرين في حقكم صراحة. وطبعا المبادرة اللي حبيتها من الأردن، دكتور وعدة دكاترة تكفلوا بعلاج إسراء، وهذا قال واجب ترى، يعني احنا اللي محتاجين. اي انسان بتبرع لاهل غزة الان، احنا اللي محتاجين انه نتبرع لهم، عشان تكونوا فاهمين، لانه في بعض العالم بيحملوا مجميلة، تحملوا مجميلة يا ابو راس مربع يا ام راس مستطيل وريحتكم طالعة، قدموا الدم، بدافعوا عن عرضكم ومقدساتكم، جاي يقول احنا راح ندفع. والله لو فقراء المسلمين كل واحد لمينا منه دولار لنعمر غزة ونرجعها لاس فيغاس، فقراء المسلمين. فأتحملهم جميلة، بالعكس شو ما نقدم لهم مقصرين ولا يعد شيء كمان. يلا روح ناخذ فاصل ونسمع هاي المظاهرة. تعرفوا شو طالعين بيحكوا في هاي المظاهرة يا جماعة الخير؟ الشعب الكيان الصوص عم بيتهم نتنياهو انه متآمر مع رجال غزة. تخيل لوين وصل التخبط في الداخل، تخيل لوين رايحة معهم، وبالعكس قاعدين بيطالبوا بمحاكمة نتنياهو. يعني تخيلوا يا اخواني، في انشقاقات قاعدة بتصير غريبة عجيبة، ولسه اللي جاي قوي جدا. بس انه نتنياهو متآمر مع رجال غزة، كيف ركبت معكم؟ أنا مش فاهم الشعب السوسي شو متعاطي، أنت شو مخدين يعني صراحة؟ يعني أنا مش بطلت أفهمكم صراحة. يعني هو أنتوا ألوان ولا أغبياء ولا مغيبين؟ مش فاهم. بس السؤال الجاي، كيف هدول حاكمين العالم؟
ضحكة وجع مش ضحكة مسخرة. أما بالنسبة للموضوع الأخير بيختص بلاعب الجزائر يوسف العطال، عشان دعم فلسطين الفرنسيين بيضايقوا فيه وحطوه تحت الإقامة الجبرية، وأعتقد أنه الجزائر تدخلت يعني، وأعتقد أنه التهم اللي اتهموه إياه قال الإساءة والكراهية، قال أح بسيطة بضايقكم الدور بسيطة تمام. شو اسمه، اعتقد انه شالوا له اياها يعني هاي التهمه، ومش غريبه على دوله فرنسا، ما شوفوا تاريخها الوحشي، شوفوا متحف الانسان اللي عندهم، شوفوا شو سووا في اخوتنا في الجزائر وبكثير من الدول الافريقيه، يعني ما هم عنصريين قذرين يعني يا فرنسيين، والله لا تضيعكم حكومتكم. فالصقر يسكت ولا مره ما بيتهاش، بقول لك يا بتجيبها قول يا بلا هالحكي كله. رحت غردت تغريدة ووجهتها لمين زي ما انتم شايفين، اقروا ما خليت له لا ماكرون، شوفوا اقروا اقروا استمتعوا، احنا الصقور ما نحطش وراتي لحدا، جبت له اياها بوز مدفع يعني، ولا بنسال لعيون الجزائريين. ايه غاليين علي، رحت على راس النبعه، على راس الفتنه، على راس المربع الاكبر، وصلت له الرساله بس، هاي كل السلافه. بعدين الجزائريين بلتعبش معهم يا عمي، بلتعبش معهم الجزائريين مجانين يا جماعة، مش مستاهل ومعروفين وانفضحوا، واللي كانوا ينادوا بحقوق الإنسان وحرية التعبير طلعت للشغل 106 وألوان واشلح وما تشلح، هاي طلعت حرياتهم. أما لما الحرية تتعلق إنك تدافع عن ناس شرفاء وأبطال وخاصة مسلمين وعرب ممنوع، فموك شوفين يا جماعة، الصقر أكبر من ماكرون بتعرف يعني، ولا بتفرق معاي، الصقر أكبر من بايدن، وسابقا قال الصقر أكبر من ترامب، والصقور طبعا اكيد لما نحكي الصقر يعني الصقور يعني، ولا تاخذوا فيها يا جماعه يعني تمام. وكل الدعم مستمر ودعم الاحرار اللي بتتعرضوا للاضطهاد، وخاصه بعض المشاهير وبعض الناس اللي قاعده بتدافع عن فلسطين، يعني عم بتعرضوا لاضطهاد كبير، دافعوا عنهم يعني، اليوم حرب كبيره جدا يعني، حرب على الواقع وعلى المواقع يعني كبيره، ولكن تاكد تماما سينتصر الحق، الحق راح ينتصر. وبالاخير يا جماعه الخير لازم نقول شكرا كمان مرة لأهل غزة جميعا، لأهل غزة اللي أعادوا هيبتنا، اللي أعادوا إحياء قضية فلسطين، اللي أعادوا كرامتنا، اللي أعادوا عزتنا. 2 مليون غزاوي أعادوا كرامة وهيبة 2 مليار مسلم، صراحة يعني شكرا لكم. والأيام اللي جاي شو ما كانت تأكد تماما كلها خير، لأنه هدول الرجال يديهم نظيفة، قلوبهم صافية، اتجاههم صحيح على عدو للأمة كلها يا جماعة الخير. وانتو استمروا في دعم أخوتكم في غزة، شو قادرين تدعموهم ادعموهم، وتأكد تماما دولار واحد منك قادر تدعمه لأهل غزة، اوعى توفره، كون شريك في هذه المعركة البطولية، ويا ربي عجل بنصره لأهلنا في غزة وفلسطين، وربي يشافي الجرحى والمرضى ويفك حصارهم، وتحيا غزة وتحيا فلسطين وتحيا الجزائر وتحيا صقور الأمة، والله يرحم الشهداء، وإن شاء الله الأيام الجاي كلها خير. استبشروا.